السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. المهم غادي نتكلموا على جوج ديال الحوايج، على الحراقه اللي باغيين يجيو من خارج ايطاليا، باغيين يدخلوا ايطاليا باش يسووا الوضعيه ديالهم هنايا في هذه الساناتوريه اللي كاينه دابا حاليا. وكذلك غادي نتكلموا على عقود العمل الموسمي، لان شوف بزاف ديال الاخوان تيسولوا على هذه المساله هذه، عقود العمل كونترادا. شوفوا لي شي ناس كونترادا في شهر واحد ديال 2020. مهمة الى ذلك من تساؤلات حول هذه المساله هذه ديال عقود العمل، نتكلموا حتى هذه المساله هذه غادي نتكلموا عليها. بالطبع كاين تساؤلات في المساله هذه من خوتنا المغاربه، التوانسه، الجزائريه، المصريين. مهم من الجميع، ومرحبا بالجميع بطبيعه الحال في هذه القناه هذه اللي هي قناه الجميع. وتتمنى يعني لاول مره يشاهد هذه القناه هذه يشارك معنا ويخلي لنا واحد لايك ويخلي واحد التعليق كما كان هذاك التعليق، سواء تعليق يعني ايجابي او سلبي ما كاين حتى مشكل، غير ما يكونش فيه سب، وجميع يعني التعليقات مرحب بها ما كاين حتى مشكل. المهم اللي بغيت نقول لكم اخوتي، المساله ديال الحراقه اللي بغيني يجيو من فرنسا، من اسبانيا، من اي بلد اخر، غادي تدخل لايطاليا على الحدود ديال ايطاليا، حضر راسك انك ما توقعش يعني في كونترول ديال البوليس. حاول تفادى الكونترول ديال البوليس، لانه حتى لو كانت عندك يعني مثلا يعني كونترادا هنايا، كاين اللي غيشوف الكونترادا هنايا في ايطاليا باش تريق المسائل ديالك. الا مشيتي تتبصمتي في ديك الدخله اللي داخل ايطاليا، يعني راه ما يمكنش انك تسوي الوضعيه ديالك، لانك غتحسب يلاه دخلتي لايطاليا، والمعروف هو انك خصك تكون هنايا يعني من 8 مارس ديال 2020 خصك تكون داخل ايطاليا، وما تكونش يعني دخلتي وعاود خرجتي وعاود رجعتي، يعني ما تكونش هذه المساله هذه يعني باش ممكن انك تقدر تصوب يعني الاوراق ديالك في هذا الساناتوريا. لذلك حذيو رؤوسكم بزاف، حاولوا ما امكن انكم تتفادوا يعني هذا الكونترول هذه. انا ما تشجع حتى شي واحد على شي حاجه، شكون معكم واضح، انا هنا فقط لاعطاء بعض المعلومات ربما تقدر تفيد الاخوان ديالنا. المهم حذيو راسكم يعني من هذه المساله هذه، حاولوا انكم ما توقعوش يعني في شي كونترول ديال البوليس، والا غادي تضيعوا يعني كل داكشي اللي بنيتوه غادي تضيعوه. تتمنى التوفيق طبعا الحال للجميع. دابا غادي نتكلموا في عقود العمل الموسميه او ديكريتو فلوسي او قانون التدفقات اللي ديال هذه السنه ديال 2020 لغايه الساعه، يعني خوتي باش تكونوا عارفين المساله هذه، لان بزاف اللي قلت لك كما قلت لك، لانه بزاف كما قلت لكم ديال الناس يسولوني اخويا راه دفعت ليا واحد السيده في شهر واحد، خويا راه دفع ليا واحد السيد في شهر جوج، خويا واحد السيد في شهر خمسه قال لي راه صافي دفعت لك. لغايه هاد الساعه ما كاينش القانون كيفاش غادي يدفع لك الانسان، هو اصلا القانون باقي ما كانش. اللي كان كما عرفتوا السنه الفائته ديال 2019 كنا تكلمنا عقود عمل عقود عمل عقود عمل، اللي هما اصلا تيتفتحوا يعني في الشهر الاول ديال العام، من كل عام يعني تيتفتح القانون ديال عقود العمل الموسميه، لانه كما عرفتوا يعني ما تحلوا حتى شهر 4 تقريبا، لانه كانت الحكومه ديال سالفيني تما كانوا في الحكومه بطبيعه الحال السابقه، لذلك تعطل يعني ذاك القانون. وكذلك يعني كانت واحد المساله يعني العقود اللي كانوا تدفعوا ديال العمل في 2018 خرجوا في سنة 2019، بزاف ديال الناس خرجوا لهم العقود ديال العمل، كانوا الناس دافع لهم في 2018. كاين هذا العام هذا ديال 2020 ممكن كذلك انهم يخرجوا كونترادات ديال 2019 يخرجوا في هذه السنة هذه. ولكن يقول لك شي انسان دابا هذا العام هذا هذه الساعة هذه يقول لك غادي ندفع لك باش تاخذ يعني عقد العمل وتجيك من وراء اسطر المغرب باش تجي وتاخذ كاع المسائل ديالك وتجي، ما كيناش يكذب عليك كاذب، يقول لك راه غادي نشوف لك على كونترادا دابا. اللهم الا يعني بغى ياخذ عندك عربون، وملي تفتح قانون ملي يقولوا فوالا راه كاين ديكريتو فلوسي، هذا القانون ديال عقد العمل يعني ديال عقود العمل، يعني الانسان ممكن يجي من خارج ايطاليا يقدر يدفع لك. اما باش يقول لك راه كاين دابا راني دفعت لك ولا غادي ندفع لك دابا ولا هذه، راه ما كاين حتى شي حاجه. ممكن الا تحل اللي تسمعوا، وهذا الشيء اللي قلته بزاف ديال الاخوان، كاين الكلام فقط حاليا على انهم ممكن تقدر تكون شي حاجه يعني في شهر 10 ديال هذه السنه هذه، ممكن تقدر يحلوا في هذيك الوقيته، يقدروا يحلوا شي يعني قانون ديال ديكريتو فلوسي ديال التدفقات، لانه هذا القانون هذا كما قلت لكم تيتحل كل سنه تقريبا، تيتحل هذا القانون غير هذا العام هذا ديال 2020. كما تعرفوا الاوضاع اللي عاشها العالم كامل باسره، ماشي فقط غير ايطاليا، ديال مع هذا الوباء هذا ما كانش ممكن انه حاجه وحده كذلك اللي ممكن انها تقدر تكون، هي انه العقود العمل اللي تدفعوا في السنه ديال 2019
ممكن انه كما قلت لكم يقدروا يخرجوا في السنه هذه ديال 2020، يخرجوا لعباد الله يعني، هذا ممكن كما وقع يعني في السنوات الفائته يعني في 2019 كذلك، كان يعني الكونترادات اللي مدفوعين في 2018 خرجوا في 2019. حاليا هاد الساعه هذه راه ما كاينش عقود عمل الموسميه، دي كريتو فلوسي، قانون ديال التدفقات راه ما كاينش، يعني باش تكونوا فاهمين هذه المساله هذه، ما يجيش واحد يقول لكم فوالا غادي ندفع لك انا دابا، ولا دفعت لك، ولا راه لي الفلوس غادي ندفع لك دابا، راه ما كايناش. ملي غادي تكون شي حاجه بطبيعه الحال غادي تشوفوها في القناه ديالكم هذه ديال عمار شعيب، اللي هي القناه ديالكم ودائما معكم، وداك الشيء اللي ما تدقاش واللي ما توصلكمش غادي نحاولوا نوصلوه لكم ان شاء الله، يكون كل شيء واضح في هذه القناه هذه. ما تبخلوش علينا باللايكات وبالاشتراكات، ونتلاقى معكم حلقه اخرى ان شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.